روحي وأرواح العالمين لكم الفداء، طبتم سعادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبري بما قد جرت، حزنا له الأدمع حمر جرى ما جرى في كربلاء، وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. رأت ونادت يا ابن أمي ووالدي، رأت ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. لقد أبصر الجسم الحسين مقطعا، أيوة حسين، لقد أبصر الجسم الحسين مقطعا مقطعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. قالت جيت بالحزن يا شيخ الطايف، شاف طول القبل ما حد شايف، ويجي تبذ حزن يا شيخ الطايف، شاف طول قبل ما حد شايف. قالت يا اخويا راح اروح روح يمك عايفة، وهاي اول مرة احس خايفة. جلست عند جسد الحسين سلام الله عليه، أوصانا أبو عبد الله بأن تحضر له العيال والأطفال. قالت خويا حسين أنا بروح لمية البنوات، البنوات وكل خواتك تبقى عند الدلوات، ويا وكل خواتك تبقى عند مدللات، مدللات عدد من ايتامك بحضن تباوات،
والله مدلل وتنام نام العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. أفلح من يصلى على محمد وآل محمد. القرآن الكريم في عدة آيات مباركات يقسم. وهذا القسم إخواني ليس بمعنى أن الله عز وجل يعني يحتاج إلى قسم، لا، ولكن هذا دلالة على أنه شنو؟ دلالة على أنه الشيء المقسوم به عظيم. لما القرآن الكريم شو يقول؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن أكو أهمية للفجر، وأكو أهمية لهذه الليالي العشر، وأكو أهمية للشفع والوتر. إذن هذا الشيء المقسوم به هو مهم جدا. لما القرآن الكريم يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، هذا كلها أقسام جاء يقسم رب العالمين. لماذا يقسم؟ دلالة على أنه شنو؟ أنه هذه الشمس وهذه وهذا القمر شنو؟ إله فالأهمية عظمى في حياة الإنسان. في هذه الآية اللي تصدرنا بها المجلس: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم القرآن الكريم، أو أن الله عز وجل يقسم بالعصر. هسه شنو هذا العصر؟ خلنا نعرفه. وأنا يا أخي إن شاء الله راح أعدد لك بعض الآراء بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الرأي الأول إخواني بمفهوم العصر، قالوا أن العصر هو شنو؟ هذا الوقت العصر اللي يجي بعد الظهر، وهذا هم إلى أهمية، لأن الناس أغلب الناس في غفلة عن هذا الوقت. بعض الناس يلعب، بعض الناس فتكذا فتيمشي إلى مكان معين في غفلة عن هذا الوقت المهم اللي وقت العصر. فالقرآن الكريم جاي شنو يقول؟ والعصر، لأن هذا الوقت جدا مهم. يعني احتمال قد شنو هذا وقت العصر إلى ما قبل الغروب، هذا شنو؟ هذا وقت جدا مهم لعبادة الله عز وجل. الإنسان يذكر به الله، يسمون وقت الغفلة، وقت الغفيلة. إذن هذا الرأي الأول. الرأي الثاني إخواني بمفهوم العصر هو أنه شنو؟ العصر يقصد الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شنو ودا؟ يعني مودة في قلوب المؤمنين. راح يصير عندك شنو؟ محبة الناس موجودة إذا أنت مؤمن وبعد شنو؟ وعامل الصالحات. إذن إخواني، وإذا تراجع القرآن الكريم دائما، وأنت بعد راجع وراي وروح راجع القرآن الكريم، لا تجد أي ذم للذين آمنوا ويعملوا الصالحات. أما قد تجد مرات ذم للذين آمنوا بس ما عدى عمل صالحات. شلون؟ أنا أعطيك في الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا ذم أو مذم؟ جاي ذم الذين آمنوا. لماذا؟ لأنهم يقولون شنو؟ ما لا يفعلون. وهذا أكثر شيء مبتلى به هم الملال. أكثر شيء والشيوخ اللي تسولفون عن المنابر، مرات بعض الناس شنو يسولف عن المنبر بس ما يطبق، وهذا حتى كلامه ما يوصل للناس، لأن ما يخرج في القلب وين يقع؟ يقع في القلب. وهذا شنو؟ هذا مسؤولية، مسؤولية على الخطباء لما يقول فالكلام كون يطبق على أرض الواقع. إذن إلا الذين آمنوا.